السعودية اليوم عن جناح السعودية، يلا نشوف ما بعد تفاصيلها. ما تدخلون بالطريقة هذه وتشلون حساسات الشلالات اللي عندهم جنب جدة. جدة يس. طبعا شاشة عرض كبيرة، الأخت تشرح لنا. هنا وادي البرداني في أبها جنوب السعودية. وادي البرداني في أبها. وهذا البحر الأحمر. ما شاء الله. يقولكم في رحلتكم هذه بتكونون مستمتعين في الماضي والحاضر والمستقبل بإذن الله عز وجل للمملكة العربية السعودية. شوفوا ما شاء الله، نحن نصعد على يميننا ويسارنا مجسمات عمار يا سعودي، عمار موفقين يا رب. طبعا على يمينكم ويساركم في نفس العروض، يعني مثل في الطريقة هذه، لكن أبغى أثبت لكم شيء تكون لكم نظرة عامة وفكرة عامة، ولكن التصوير مش مثل الحقيقة. الشاشة درعية برياض. مرحبا. طبعا العرض هنا مكتوب مركز الملك عبد الله في الرياض. مركز دراسات البحوث البترولية.